في عام 1963 تأسست الملكية وكان اسمها عالية. مين عالية؟ اللي هي الابنة الكبرى للملك حسين الله يرحمه، الأميرة عالية. وفي عام 1986 صار اسمها الملكية الأردنية. والأشياء المميزة في الملكية أنها كانت وما زالت تحتوي أفضل الطيارين على مستوى العالم وأفضل الكوادر، لدرجة أنه القطرية لما أجت تتأسس استعانت في الملكية الأردنية. اللي ساعدتنا مضبوط الطيران الأردني، وقفوا معنا موقف إيجابي فنياً لوجستياً، فكان لهم موقف جيد. في بداية الألفينات تم خصخصة الملكية أو جزء كبير من الملكية، وبعدين الحكومة استعادت جزء كبير منها. الملكية ما بعرف شو قصتها بصراحة، كل شركات الدنيا بتربح إلا الملكية، ما بعرف شو القصة. الملكية الأردنية عند بداية الجائحة كانت عندها خسائر متراكمة تقريبا 80 مليون دينار. الخسارة الأساسية صارت في الجائحة، يعني خسارة الملكية بال2020 161 مليون دينار.